دلوقتي هناخد حضراتكم في زيارة إلى محافظة البحيرة وتحديداً مدينة دمنهور. هنشهد افتتاح مركز مصر لتنمية الثروة الداجنة ورعاية صحة الحيوان. هذا المركز يمتلكه طبيب بيطري شاب اسمه أحمد الحداد، وهو المركز الثالث ليه، وهدفه هو تغيير وجه المراكز البيطرية اللي بتقدم خدماتها لكل المربين في قطاع الثروة الداجنة وفي قطاع الثروة الحيوانية. خليكم معنا. في أمر خطير جدا لازم ننتبه ليه. في كل مدن وقرى مصر بتنتشر محلات بيع الأدوية البيطرية، وكلها تقريبا حلها سيء للغاية. دايما المسؤول مش متخصص في الطب البيطري ومش فاهم، والترخيص اللي طالع باسم طبيب بيطري بيبقى مجرد اسم على الورق، والدنيا ماشية بدون ضوابط، والأدوية المغشوشة بتتركب عيني عينك أو بتتصنع تحت بير السلم وتتباع بأسعار فلكية، رغم أن منتجاتها يفترض أنها لحماية ثرواتنا الحيوانية والداجنة من الأمراض، وكمان بتمثل خط دفاع أول عن صحة الإنسان اللي بياكل اللحوم والدواجن والبيض وأي متبقيات من الأدوية، وخصوصا المضادات الحيوية بتتنقل ليه فورا. عشان كده لما يكلمنا جدع اسمه أحمد الحداد، وهو طبيب بيطري شاب متميز، ويشرح أنه هيفتتح ثالث صيدلية بيطرية بمواصفات وضوابط خاصة، ونجح في تحويلها لمركز بيطري متكامل بيقدم خدمات وحلول لمربي الثروات الحيوانية والداجنة، وكمان خدمات الرعاية البيطرية والجراحات للحيوانات الأليفة. كنا لازم نتحرك ليه فورا في مدينة دمنهور ونشاركه فرحته بالمركز الثالث، مركز مصر البيطري للثروة الداجنة ورعاية الحيوان. تعالوا في البداية نقابل الدكتور أحمد الحداد رئيس مركز مصر البيطري للثروة الداجنة ورعاية الحيوان. خليني أبدأ مع حضرتك من البداية. حضرتك طبيب بيطري مرموق، تخرجت في جامعة الأسكندرية، عايز أسمع الحكاية بقى، الفكرة ده جالك منين؟ الفكرة جالي بأن أنا بعد التخرج اشتغلت في مجال الدعاية البشري لفترة حوالي 8 سنوات. دعاية الأدوية بشرية؟ الأدوية بشرية مع شركات مرموقة وليها اسمها، فكنا بنشوف دايماً الصيدليات البشري يعني ليها مستوى معين. حسيت بالغيرة؟ طبعاً في المقابل الصيدليات البيطرية ما فيش بها أي اهتمام، وللأسف أكتر من نص الصيدليات البيطري في مصر ملهاش أي علاقة بالأطباء البيطريين. ومن هنا قررت أن أنا أعمل حاجة مشابهة، أن احنا طبعاً ننفذ فكرة مجموعة أو سلسلة من الصيدليات. حلمنا أن احنا نحاول نغطي كل مراكز البحيرة. زي ما حضرتك عارف مربين الدواجن مش بيبقى عنده عنبر واحد، يعني ممكن يبقى عنده 3 أو 4 أو 5 عنابر في أماكن صحيح متفرقة. فعشان يفضل يدور على الحاجة المطلوبة للمزرعة بتاعته الموضوع متعب، بالذات إن احنا عندنا جزئية بتبقى موجودة ساعات الإصابات، وهي التحصين الاضطراري. هو عايز تحصينها دلوقتي. إيه الخدمات اللي حضرتك بتقدمها للمربين سواء للدواجن أو الثروة الحيوانية من خلال مركز مصر؟ احنا بنقدم للمربي الأدوية البيطرية، اللقاحات، مستلزمات المزارع، بنتعامل مع كبرى شركات الكتاكيت في مصر. ونقطة التحصينات حابب أكد عليها، لأن زي ما حضرتك عارف التحصينات دي هي عبارة عن فيروس، في منها الحي والميت، وليها شروط معينة للحفظ، وليها شروط معينة أنها تطلع من الشركة للصيدلية وبعد كده للمزرعة. الأسلوب الأمثل اللي لقيناه أن احنا نتعامل مع الشركات مباشرة، حتى لو لقينا فرق سعر وبعض المربين يقولوا علينا أنتوا بتبيعوا التحصينات أغلى من باقي الصيدليات، ولكن أحب أقول أن هو الموضوع في التحصينات مش موضوع سعر. في تحصينات سعر الأنبول فيها بيتجاوز 1000 جنيه. صحيح. لو التحصينة دي لا قدر الله اتنقلت بين موزعين بطريقة خاطئة، فأنت كأنك ما حطيتش حاجة، أنت رميت فلوسك على الأرض. الأدوية اللي موجودة دي كلها مستوردة ومحلية، وكلها خاصة سواء بالثروة الحيوانية أو بالثروة الداجنة. مظبوط. تشخيص ليها، هل بتستنى روشتة الدكتور بيطري بيجي يقول كذا، ولا ممكن المربي يجي لك يقول لك أنا شايف أعراض كذا فحركت تساعده على طول مباشرة؟ هو في مربي بيتابع مع المشرف من دي وان، إن هو يوم ما بينزل الكتاكيت بياخد عينة ويعمل الاختبارات المطلوبة، وطبعا هو ده الصح. احنا لازم من عمر يوم نعرف الكتكوت بتاعنا محتاج ايه. فالمربي اللي ماشي بالطريقة دي احنا بنوفر له احتياجاته، بيبقى فيه طبعا متابعة مع المربي ومع المشرف على المزرعة، بحيث ان احنا الكتكوت كل حاجة محتاجاها من اول يوم لغاية ما تطلع من المزرعة يكون موفرينها للمربي. معنى كلمة مركز مصر ان انا ممكن اخد من هنا في اول دورتي الكتكوت بتاعي، اخد ارشادات كامله على التربيه. مظبوط. الامراض اللي موجوده هنتقيها ازاي او نتفاداها ازاي، كل احتياجاتي من اضافات الاعلاف، صح كده؟ مظبوط. ايه تاني يا دكتور؟ كل الادويه اللي انا محتاجها
تنصح ناخدها بالكامل كل هذه الاحتياجات ولا اجي على مراحل اخدها؟ لا، هو المربي بيجي لنا تقريبا ممكن في الاسبوع مرتين، يعني هي الدوره بتقعد من 35 ل 40 يوم، فكل اسبوع بيبقى محتاج ان هو يطمن على القطيع بتاعه وعلى حسب احتياجاته بيصرف الدواء المطلوب. هل الادويه دي سهل انه يحفظها عنده في المزرعه؟ مفيش اي مشاكل فيها؟ موضوع الحفظ هو خاص بالتحصينات اكتر، انما الادويه بيبقى الموضوع اسهل بكتير. طب دكتور، احنا بنعاني دايما من الادويه المضروبه اللي معموله تحت بير السلم. دي مشكله كبيره جدا. مع احترامي الشديد، الدكتور احمد الحداد كيف يسمح بدخول دواء الى الصيدليه اللي هو بيديرها او المركز اللي بيديره؟ احنا طبعا بالنسبه للنقطه دي الدواء المشهور واللي بيبيع فعلا لان الناس عارفاه وواثقه فيه للاسف هو اكتر دواء بيندرج. صحيح. من ضمن الامثله المشهوره واللي كانت عامله ضجه خلال السنه اللي فاتت هو منتج اسمه الاميجا سول لشركه ابو النجا. المنتج ده نتائجه ممتازه جدا. طبعا بعد كده بدا يظهر المنتج ما بيجيبش نتيجه. تواصلنا مع الشركه قلنا لهم يا جماعه في مشكله، بعتوا لنا الفرق بين السليم واللي مش سليم، وبدانا نوعي المربين ونبعت مسج على الواتساب نوريه الفرق بين العلبه السليمه والعلبه اللي مش سليمه. يعني ايه شروط حضرتك لعرض منتج زي ده مثلا؟ لو هو مستورد يكون موجود الافراج الجمركي بتاعه ويكون فيه الاوراق بتاعته كلها كامله. بالنسبه للمنتجات المحليه لازم التسجيلات، لو مضادات حيويه تبقى تسجيلات وزاره الصحه، لو اضافات تبقى تسجيلات وزاره الزراعه. اضافات الاعلاف يا دكتور لم تستثنى من قرار البنك المركزي حتى اليوم، هل ده رفع السعر؟ والله احنا عندنا مشكله تانية حتى قبل المشاكل الموجوده في الصناعه ما تزيد. احنا بنلاحظ ان الادويه البيطريه تقريبا بتزيد كل سنه. ما نعرفش ليه، يعني اوكي خامات تزيد سعر الدواء يزيد ده مقبول، انما كل سنه في بتنزل لسته بالاسعار جديده غير لسته السنه اللي فاتت، وضع مش مفهوم. من شركات الدواء. اللي قدام حضراتكم ده هو الدكتور هاني اللقاني، عميد كليه الطب البيطري بجامعه دمنهور سابقا، واستاذ امراض الدواجن، عالم مخضرم، وكان حريص على تشجيع الدكتور احمد الحداد على افتتاح مركز مصر البيطري للثروه الداجنه ورعايه الحيوان. دكتور هاني، عايز اعرف من حضرتك نصيحه او اسمع من حضرتك نصيحه للمربين في كيفيه التعامل وانتقاء المراكز اللي ياخدوا منها الادويه بتاعتهم واضافات العلاف وخلافه من الاحتياجات البيطريه. لازم الاول يكون يعرف او يتاكد ان المركز ده مرخص من الجهات كلها، الجهات الحكوميه، يتاكد من مصدر الادويه، يتاكد من تاريخ الادويه الاكسبايري ديت او انتهاء الصلاحيه، واهم حاجه سمعه المكان وسمعه الشركه. حضرتك متخصص في امراض الدواجن. تمام. هو ايه اللي بيحصل؟ ازاي الفرخه النهارده توصل ل 32 جنيه كيلو؟ ده كمان بيتقال انها هتزيد. انت عارف حضرتك طبعا نتيجه لازمه الكورونا العالميه على مستوى العالم، فعمليات النقل والشحن للاعلاف اصبحت مكلفه جدا. يعني دلوقتي سعر طن علف الدواجن التسمين يكاد يقترب اقل من 9000 جنيه بشويه، بالتالي زود سعر التكلفه على المربي. وكذلك الادويه، معظمها في ادويه كتير منها مستورده واللقاحات مستورده. يضاف الى ذلك انه فصل الشتاء كل سنه لما بتنخفض درجه الحراره، الشتاء ده بالذات غير مسبوق في انخفاض درجات الحراره، ده اثر بالسلب على انتشار الوبائيات والفيروسات. فاذا ارتفاع الاسعار ده سبب من اسبابه المهمه اللي هو نفوق تقريبا 30% من الثروه الداجنه في الثلاث شهور اللي فاتوا. متى يكون للدواء البيطري سعر محدد ومن يحكم هذا الامر؟ المشكله في تسعير الدواء البيطري ان هو مشتت بين اكتر من جهه، مشتت ما بين ترخيصات وزاره الصحه وما بين ترخيصات وزاره الزراعه، فاذا ما فيش جهه واحده بتحكم موضوع التسعير والترخيص. لكن لو قال كله إلى جهة واحدة، فبالتالي هذه الجهة هيكون لها السلطة والأثوريتي إن هي تقوم بعملية التسعير الحقيقية. لأن دلوقتي اللي حاصل إنه التسعير بيتم من خلال المستورد، بيحسب هامش ربح، قد يكون كتير في بعض الأحيان وقد يكون مناسب. الناس بتختلف يعني في تقديراتها للنسب الأرباح أو النسب الزيادات اللي بتحطها. يعني دلوقتي هنقابل الدكتور أحمد عزت، رئيس شركة الإيمان للمستحضرات الطبية والتوكيلات التجارية، وهو مستورد لإضافات الأعلاف وبيطالب باستثنائها من قرار البنك المركزي بالاستيراد من خلال اعتمادات مستندية. دكتور، حضرتك معاك وكالات لشركات عالمية خاصة بإضافات الأعلاف. مركز زي ده بيمثل لحضرتك إيه النهاردة في صناعة الدواجن؟ أهمية هذه المراكز إن إحنا بنسوق فيها الأصناف بتاعتنا اللي بتقينا بمجموعة كبيرة من الأمراض وبتحافظ على سلامة القطعان، وكمان مفيش حد بيقدر يدخل المنتجات دي في مركز من المراكز دي إلا ما يبقى أوراقه التسجيلية سليمة طبعاً كشركة وكمنتج مسجل في وزارة الزراعة
وفي نفس الوقت كمان معاه شهادة المنشأ بتاعته جاي من أنهي دولة، بحيث أن الدول مرجعية أو دول غير مرجعية، وكمان الإفراج الجمركي اللي بيثبت مطابقة المعامل المركزية بوزارة الزراعة لبيان التركيب اللي موجود على العبوة. الأدوية واللقاحات تم استثناءها من قرار البنك المركزي الخاص بفتح الاعتمادات. تمام. موقف إضافات الأعلاف إيه؟ موقف إضافات الأعلاف إحنا ما عندناش إجابة لحد دلوقتي، مفيش أي أبديتس للمعلومة. احنا حضرتك كنا لما بنيجي نفتح اعتماد بندفع 50% وبندفع 50% التاني اجينست دوكمنت اللي هي تقريبا بتاخد 3 شهور لحد ما البضاعة توصل ويجي الدوكمنت بتاعتها. قراري الجديد بيخليني لا، ده انا لازم ادبر 100% من ثمن البضاعة وحطها ان ادفانس كاعتماد وحطها ان ادفانس في البنك واقعد 3 شهور لحد ما البضاعة بتجيلي. ولكن اضافات العلاف دي ده دواء. دواء انت بتضيفه على العلف عشان تعالج الفرخه. تمام. زي الدواء بالظبط. ليه ما تعملش زي الدواء؟ تمام. اسمح لي اوضح لك استخدامات الحاجات دي بصوره اكبر شويه عشان نوضح للمشاهدين. انا دوله مستهلكه، فبالتالي حضرتك انا طن العلف لما باجي اكلفه بعتمد على سعر تكلفه العناصر الاساسيه زي الذره والصويا اللي جاي من بره وبحط عليه سعر التكلفه. ما بقدرش اضيف عليه الحاجات دي، والا في الحاله دي سعر التكلفه بتاع طن العلف هيبقى كبير جدا. ففي الحاله ديت صحاب مصانع العلف بتحط الحاجات الأساسية فقط، وبالتالي بتسيب الفرصة للمربي وللمشرفين والأصحاب مراكز البيع زي هنا دلوقتي إن هو يبدأ هو يطلع الحاجات دي up on request على حسب المربي هو عايز إيه وتشخيص الحالة بالنسبة له إيه. إحنا درسنا في كلية الطب البيطري إن دورة حياة الفرخ 42 يوم. 42 يوم المفروض أنا ما بديش أي أدوية أو أي كيمياء أو أي pharmaceutical product بعد عمر 32 يوم. ليه؟ لأن أنا عندي 10 أيام elimination type لحد ما الحاجات الكيميائية دي تخرج من جسد الفرخ عشان حضرتك وأنا ناكل فراخ سليمة. إنما أحياناً في ظل زيادة الميكروبات وفي ظل زيادة الفيروسات بتتم الإصابة قبل البيع بثلاث أيام. فالحل الوحيد في المستخلصات العشبية المركزة اللي هتحللك الموضوع وملهاش أي عرض جانبي. اللي هي إضافات العلف. اللي هي تندرج تحت الإضافات العلفية بيسموها حضرتك فيد أديتيفز، دي العائلة الكبيرة منها سائل ومنها حضرتك مية يعني بينضاف للسائل ومنها حضرتك بيتحط كمان على الأكل على الفيد. الأمراض يا دكتور؟ والله لو في عندنا إصابة زي مرض مشهور قوي بالنسبة بيصيب قطعان الدواجن هو مرض اسمه الكوليستريديا. طيب الكوليستريديا دي حضرتك دايما إحنا المربيين تعايشوا معاها، لأن هو حضرتك كل اللي بيحصل إن هو بينزل مضاد يصيب بقى في إصابة كوليستريديا يوم منزل مضاد حيوي ها وبعدين يتهيأ له أنها خفت بعد 3 أيام ترد له تاني. فبالتالي المستخلصات العشبية المركزة دي لازم تنزل الأول عشان ترجع تظبط لي الجزء اللي باص في الأمعاء وبعدها حط المضاد الحيوي اللي انت عايزه. من النماذج الحلوة اللي قابلناها في مركز مصر البيطري المهندس مصطفى الكيلاني هو صاحب مزرعة نموذجية للإنتاج الداجني، عنبر محترم ولكن تحديات كتير بتواجهه. ركزوا معاه. مصطفى كيلاني حضرتك المحامي اللي خطفته صناعة الدواجن، عملت عنبر محترم بطاقة 30 ألف فرخة في الدورة، وقلت لي أنا عديت بدورتين كانوا صعبين جدا، الدورة الثالثة ما دخلتش. تمام. إيه اللي حصل معاك؟ عايز أسمع. المفروض إن هو يبقى فيه سعر محدد للحم الحكومة بتحدده لمدة معينة، مثلا 3 شهور 6 شهور على حسب الأعلاف وعلى حسب الأدواء على حسب الكلام ده كله. إحنا مش عايزين نكسب كتير، بس إحنا عايزين نخش دورة آمنة، مش عايزين ندفع من جبنة. تمام. معليك من ناهيك عن اللحم كمان، الكتكوت النهارده متوسط سعر الشركات كلها 15 جنيه و16 جنيه. ده اللي هيشتري كده خسران 100%. انت ليه بتبيعه لي ب 15 جنيه وهو اصلا ما بيتكلفش الكلام ده عليك؟ فانا النهارده لما دخل كتكوت ب 15 جنيه وبرده الاعلاف بتزيد، النهارده طن العلف وصل 10000 جنيه، غير ده كله ان انا عامل عنبر مغلق. ما فكرتش تعمل تكامل؟ يعني ناجر حته مجزر صغير ونعمل مصنعات وننزل بفراخ جاهزه مبرده. كل ده فكرت فيه. آه. التكامل في شغل الفراخ لازم يكون عندك انتاج يومي، وانا النهارده ما عنديش انتاج يومي، عندي عنبر واحد بيطلع مثلا خلال اسبوع، بيطلع عندي حوالي 4-5 اسابيع ما بطلعش. طب انا النهارده داخل معايا عنبر وشغال وخايف اشتغل، هروح احط فلوس تاني واشتغل تاني في اصلا صناعه ما عليهاش ضابط؟ انت كل اللي محتاجه تحديد سعر امن. آه. وفقا لاسعار مدخلات هذه الصناعه. ايوه بس صح كده. احنا مش عاوزين سعر عالي عشان المستهلك، يعني احنا برضو بصين للمستهلك، احنا عاوزين سعر معادل في المدخلات، في صناعة العلف،
في صناعه الادويه في الكتكوت في الكلام ده كله. المفروض ان احنا بيبقى لنا برضو يعني الحكومه بتدعمنا بالجاز وبالغاز وبالكلام ده كله تبقى حضرتك كل ده المفروض ان احنا نلاقيه عشان خاطر نكمل في الصناعه عشان خاطر ده 20 مليون مواطن شغالين في الفراخ اصلا. مركز مصر البيطري للثروه الداجنه ورعايه الحيوان بخلاف توفيره الادويه والاعلاف وغيرها للحيوانات الاليفه في كمان عمليات جراحيه سريعه ابرزها الكسور. تعالوا نقابل الدكتور محمد عادل بلال اخصائي طب وجراحه الحيوانات الاليفه في مركز مصر البيطري. ايه الخدمات اللي بنقدمها من خلال مركز مصر للاسر اللي بتربي قطط كلاب وخلافه من الحيوانات الاليفه؟ اول حاجه التحصينات طبعا في الاعمار الصغيره لا معرضه بنسبه كبيره للامراض المميته من 45 يوم لست شهور. بنقدم خدمه التغذيه المناسبه للحيوانات الاليفه، موجود عندنا انواع مستورده من دراي فود والسوفت فود، ديت بتمثل عندنا اهم حاجه في شغلنا في مجال الحيوانات الاليفه، اهم حاجه التغذيه. وفي بعض التغذيه احنا بنستخدمها كعلاج، يعني في بعض مثلا انواع الدراي فود بنستخدمها في علاج امراض الكلى او امراض الكبد او في حصوات في المثانه او حصوات الكلى. ثالث حاجه احنا بنقدم خدمات العمليات الجراحيه السوفت تيشو سيرجري اللي هو العمليات التعقيم. دي ممتازة جداً. العمليات التعقيم طبعا في القطط والكلاب، واهم حاجه في السوفت تيشو سيرجري اللي هي العمليات القيصريه سيزيريان سيكشن بنعملها للكلاب والقطط متاحه عندنا. رابع حاجه بنشخص اهم الامراض اللي بتصيب الحيوانات الاليفه باستخدام احدث الاجهزه زي السونار الاكس راي الفاجينوسكوب التحاليل الطبيه. بنقدم خدمه افضل وقت للتزاوج في الحيوانات الاليفه وافضل ميعاد للتبويض والمشاكل اللي بتصيب الحيوانات الاليفه في الخصوبه، وبنعالجها باحدث الطرق اللي احنا بنستخدمها سواء السونار او التحاليل الطبيه او المناظير. طب دكتور التلقيح الصناعي هل واحد من الخدمات اللي انتم بتقدموها هنا؟ التلقيح الصناعي من اهم الخدمات اللي احنا شغالين بيها، وده التخصص الخاص بيا ماجستير التلقيح الصناعي، خصوصا لو السلاله مستورده ونادره موجوده في مصر وعايزين نلقح بيها سلالات تانية، فبناخد عينه السائل المنوي وبنحلله وبنشوف هو ينفع نستخدمه ولا لا، وبنضيف عليه بعض المواد عشان تحسن حركه وعدد الحيوانات المنوية، وبتبقى ناجحة بنسبة من 70-80% بفضل الله. مركز مصر البيطري للثروة الداجنة ورعاية الحيوان لازم يتعمم، ليه ما يبقاش علامة تجارية والدكاترة البيطريين يفوزوا بيها ويتكرر النموذج بنفس الضوابط والمعايير والخدمات اللي بتتقدم بيها في محافظة البحيرة؟ بجد يستحق النجاح وإحنا في أشد الحاجة ليه.